هذا الميكب ما فهم داعي يعني يتكلم على المسار التاريخي اللي لوار تقريبا من 2007 هو مطروحه قضيته، احنا لنا حوالي 12 سنه في النضال في اخباره، ولا فهم حاجه وتكرير على انه اصدار حكم حدود سنتين من عند الغرفه الاداريه بالمحكمه العليا بعدم شرعيته وقرار غير قابل للطعن. ولا فهم حاجه والله نذكر من اللي باطهون مع انه بلغ ما بلغ من الناحيه الاعلاميه على مستوى وطني وعلى مستوى دولي، ما في قناه تلفزيونيه وطنيه ولا مؤسسه الكترونيه خراء من ولا اداه من ادوات التواصل ولا فيه مدون كبير ما كتب عنه، ثم انه وصل الى المنظمه جرين بيس هذه اللي مهتمه بالبيئه ومنظمه الصحه العالميه، ووصل منظمه النيج اللي فيها 700 صحفي من الافارقه، وصل منظمه الصحه العالميه وجهاد للجزيره والقنوات الدوليه كامله. هذا باختصار. أنا وصل هو ان احنا لي اسبوعين كيف علمتوا وزير الداخليه اثر اشتداد وطأة هذه النفايات واحتجاجات متين استدعى الناس اللجنه اللي مخوله عنها تناقش معها القضيه من عده من القرى المعنيه اللي هي قريه تفريت وقريه الوئام السني وقريه العقبه، وقال لهم لهم بشركم على اصدار قرار من رئيس الجمهوريه من السلطات العليا باغلاق الميكب بصفه نهائيه، وطشهرين مقفور فجاه رجع الميكب اشنع واشد وخلق قصه. رجوع هذا اللي مفاجئ هو اللي خلقت احتجاجات، استطاعوا السكان عنهم يمنعوا كبوا بهم اللي عسكروا وقعدوا فوق الطاليين مده نهارين، ومن ثمات استطاعت جندرمري عنها تفك ذاك الاعتصام وفكته بطيفه شنيعه. تعودوا شفتوا الطفل اللي ينجر ذاك امام مسجد وصفوا طفيلته ومازال يداوى ذاك عند الطب وطارح ملف وشور العداله الشاكي منه من الاشخاص اللي عدلوا له هذا، وبدات القضيه مثلا مخلقه الصالح احتجاجات المتينه هو التدخل اللي ما له داعي اللي عدلوا جندرمري له 4 ايام. خلاصه ذا عن اللي لوارك تقريبا 3 ايام دخلت شخصيه كبيره اللي هو القائد العام للدرك الوطني الرائد الجنرال بولاه احمد عايشه، وهون الوساني نقول اسمه به اللي هو عدل بين اجتماع وهذا مات المشهود، ادخل من جهه يهدأ الوضع ويسقي السكان عند اللي وعدل لهم من طرف جندرمري اللي تابعين له، ويأكد هم اللي يعني العاد خلق التجاوزات والله ظلم عنه دور يرفعوا، وفعلا ما لم يسلمه الا خير ذاك كامل اللي قال فات وفى به. وبدت مفاوضات جديده، خلاصه المفاوضات اللي قالوا ان قومنا اللي جونا ذو الايام توصل نحن هما عنهم مانعين ان اللي قالوا الاحتجاج على الشارع بهم اللي قالوا عنه ذاك ما تلم مسموح به كوفيد وبه اللي حتى اصل قاع ما مسموح عن يجي خاطي الامام والمؤذن، وعنهم اللي هما متباكين مع الميكب بديل عنده. احنا ضرك في هذه التهدئه هذه ما زلت ما بين المنزلتين، هذا البرزخ اللي هو احنا نتحراو عاطين فرصه اللي قالوا عنهم لا يقلعوا الميكب، وننتظر في الساعات القادمه. هذا هو جديد ميكب تفريت.